الحلقات الخاصة برمضان هو محمد محمدات سيمو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب 2018، غادي يستقبلنا في دارو ونشوفوا شنو محضر لنا. اهلا سيمو، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. مرحبا بنا حنا عندك. مرحبا بدار داركم ونبير جاركم كيف ما كاين. الله يبارك فيك. صافي بليزير. نسولك، نستغلوا الفرصه نسولك، شنو درتي من بعد ماستر شاف؟ شنو كان عندك؟ فاش كتفكر شنو غادي دير؟ ومن مور ماستر شاف اول حاجه خديت واحد شويه ديال لو ريكول، واحد سميتها فتره نقاهه باش نسترح شويه، باسكو لو تورناج ما كانش سهل، يعني اربعه ديال الاشهر ولا 12 اسبوع ديال التورناج وبزاف ديال لي زيموسيون، بزاف ديال السفر والتعب. كنظن كيكونوا الافكار سخان ولا جا الانسان حطهم وبدا كيديفلوبيهم يقدر يدير بعض الاغلاط. دونك انا فضلت نمشي بشويه بشويه، درجه درجه، نسترح نفسانيا وسبيريتويلمون باش نعرف الخطه اللي غادي نهج ان شاء الله، باش غادي نشق الطريق الجديده ديال سيمو ماستر شيف. جينا عندك اليوم استضفتينا، ميرسي بوكو. بغينا نشوفوا شنو غتوجد لنا اليوم، شنو غتحضر للجمهور ديالك في رمضان؟ في الحقيقه رمضان اول حاجه من هذا المنبر كنقول لكم مبروك العواشر ليكم ولجميع المغاربه والامه الاسلاميه داخل وخارج الوطن. هذا الشهر الكريم الله يدخله علينا بالصحه والسلامه والمنفعه ان شاء الله، وتغيرات ايجابيه، ويكون كل واحد فهاد الشهر ديال الغفران ان شاء الله يتحققوا ليه الامنيات ديالو، والامنيات ديالو الربانيه والامنيات ديالو الصحيه. دابا حنايا اليوم غادي نهضروا بزاف على الصحه، لان شهر رمضان الكريم معروف يعني بزاف ديال الشهيوات اللي كيتحطوا غير فهاد الشهر الكريم. وكنعرفوا على ان المستهلك المغربي كريم عينه كبيره اصلا في اليامات العاديه، حسب لك فاش كيكون رمضان، فاش كيكون رمضان عينيه كتزيد تكبر، مما كيؤدي الى بعض الاضطرابات الصحيه اللي كيتحاسب فيها مع هذا اللعوم من مور رمضان. هو اننا بكثره الشهيوات كنستهلكوا السكريات بزاف، كنستهلكوا الايدام بزاف، كناكلوا في اوقات اللي الجسم ديالنا ما متعودش عليها، كنستهلكوا بعض المشروبات وبعض المأكولات اللي هي كتكون غنيه على التعريف، بحال الشباكيه والبريوات اللي زعما فيهم بزاف ديال السعرات الحراريه وبزاف ديال السكريات، مما كيؤدي الى بعض الاضطرابات صحيه. ما كيكونش الاكل متوازن، والانسان كيقول دابا غير رمضان ماشي مشكل، انا راه كنعوض بالصوم في نهار، وهذا سكيني با فغي. وبغيت ندير الاشاره على انه الانسان ممكن يستهلك بعض المنتوجات زوينه، ممكن يشبع، ممكن ياكل بلا ما يحرم نفسه، توتون يوتيليزون زعما دي برودوي اللي كاينين عندنا في لي مارشي، غير هو يعرف المزيج ديالهم كيفاش غادي يمزجهم وامتى بطرق سهله. لانه في لا بسيكولوجي كولينير فاش كنقولوا المستهلك الرجيم كيشعلوا عنده الاضواء بالحمر، كتحطوا عنده علامات استفهام كثيره، الرجيم كيخلع. الناس كيخافوا من الطبيب فاش كيقول لهم الرجيم، كيقولوا واه الرجيم القهره الميزيريه، ما غاديش ناكل هادي وما غنشربش هادي، ديما غادي يبدا يجيني الجوع، غادي ندير الكآبه، غادي نطيح في هذا. اي سي فو. الرجيم ممكن نديروه وحنا كنستهلكوا بعض لي برودوي. يعني الرجيم المعنى ديالو هو امتى ناكل بعض المنتوجات وشحال الكمية ديالهم وكيفاش نمزجهم مع بعضياتهم باش ما يعطيونيش اضطرابات صحية. وكنظن انا هذا هو النقطة اللي غادي نطرقوا لها اليوم ان شاء الله.
احنا اليوم غنعرفوا معك هذا الشيء كامل وغنعرفوك انت كيفاش كدوز رمضان وشنو هما الاكلات المفضله عندك وندوزوا لا كويزين ديال سيمو. تفضلوا سيمو شنو غتوجد لينا اليوم؟ الوغ اول حاجه مرحبا بك اللويدات ومرحبا بلو ماتان تي في والصحراء المغربيه من طنجه حتى للكويره. الله يبارك فيك. الوغ اليوم غادي نديرو عن طريق تخي سامبل غادي نديرو اون سلاد غير هي لا سلاد هادي غادي تكون شي شويه مشكله بدي فخوي ودي ليغوم وغادي يكونوا فيها بعض الفواكه الجافه سلاد خارجه على المعتاد وفيها بعض الاعشاب ملسمه وفيها البصمه المغربيه. يعني حنا كنعرفوا على ان رمضان كاين بزاف الناس كيديروا ريجيم وبزاف الناس مراض يا اما مرض السكري يا اما دون الحي يا اما هذا عندنا كاع والدينا وجدودنا كلشي مريض وهذا دونك كنحاولوا نديروا لهم واحد الوصفه اللي غادي يقدروا ياكلوها من نقربوهم على انه نفسانيا راه سي با ان ريجيم ولكن هي في المكونات ديالها فيها بزاف ديال البروتيين وديال لي فيتامين اكسيتيرا. اوكي نبداو. غادي نجيب الطابليه ديالي هذا سي واحد الخليط ما بين التلاح ولو ميلون ديال الصبليون هذا جديد حامض حلو ما حلوش بزاف بحال باستيك سورتو كو دابا فصل الصيف كنعرفوا على ان التلاح دابا خرج من الاسواق المغربيه وغادي نستعملوا ان شاء الله بومبلو موس غادي نستعملوا لا طوماط. انا كيعجبني نمشي لبعض لي برودوي في السوق اللي تهمشوا في الطاوله المغربيه مالوغوزمون الفجل حنا كي دايرين الفجل في الطاوله المغربيه كيهضر على داك الفجل المدور اي بوغ كونتخ باغ كونتخ كاين هذا الفجل البلدي هذا اللي هو طواد كي بلو فور من ناحيه المذاق وبالنسبه للناس اللي عندهم طونسيون وعندهم فقر الدم اكسيتيرا يدي تري تري بيان. واحد القضيه واحده اخرى واحد السر غادي نقولوا لك كيحرق شويه الشحمه انا بالنسبه للمشاهدين راك عارفين دابا مع الصيف باش تكونوا ناضيين مايو داكشي هو هذاك كلوا الفجل البلدي تكون بخير. داكور نقولك شنو هي هذيك هذه الوغ هذه قريعه هذه هي لا فغي سيتروي هذه واحد القرعه حمراء هي كنعرفوها حنا بالاشكال الكبيره ولكن هذه القريعه سي لا سيتروي صغيوره كتنبت في النواحي ديال الوالديه والنواحي ديال الجديده فيها واحد المذاق تا هو زوين وكتستعمل تقدر تعسلها تقدر ديرها في هادشي داكوغ شتي الريحه ديالها وتا هي فيها الزريعه ديال القرعه كتقدر دابا هادي بالزريعه ديالها بكلشي كتقدري تبخريها ولا تسلقيها انا كنفضل انني نبخرها وكنعسلها بالزريعه ديالها ولا تقدر تخضر بها شي حاجه كما انك تقدر ديها تو بو لا بوشي في شويه ديال الماء والملحه وتقدر ديرها في انصالات تاكلها زعما عاديه. دابا هادي غمرات السوق المغربيه وزوينه شتي دايره بحال شي تينيسه دايره بحال الشكل تاع البصله الشكل ديال البصله ودايره او ميم كتعطي واحد المنظر زويون. دونك غادي ناخذ واحد شي شويه ديال لا طوماط اليوم ان شاء الله لانها عندنا مطيشه يعني سي ان برودوي كي تري تري معروف يعني في المغرب بزاف وهذا من لي برودوي اللي حنا كيديروا الفخر ديالنا في البلاد هو ان المغرب من المصدرين ديال الطماطم يعني الطماطم المغربيه معروفه في السوق الاوروبيه ومعروفه في اوروبا. انا كيعجبني الحوت بزاف رمضان كيعجبني الحوت كيعجبوني لي ليغوم كيعجبوني لي فخوي دو مير سورتو كيعجبني ناكل السمك يكون بحال هكا مشوي ولا في الفران. انا كيعجبني ندير فطور وعشاء يعني كناكل مره واحده في رمضان مره واحده وبالليل بحال هكا في جويه السحور قبل الصلاه كناخد واحد لو ياغورت ولا انا من محبين ديال التشيز يعني كنبغي الفرماج بزاف معروفه عليا في العائله دونك كناخد لي فروماج بزاف لا في الفطور لا في السحور سورتو لو فروماج دو شيفغ وهذا مع كيكون رطب وكيكون كيعطيك واحد القيمه غذائيه مهمه باش الغد ليه كتقدر دونك هانتي حنا ما قشرناهاش بحال الليمون اللي فين كنقشروا الليمون جوست كنحيدوا لها من الجلده ديالها وكناخذوا دي سيغمون صغيورين كنقطعوهم
دونك هذه كتزيدنا واحد النكهه سبيسيال سويت ساور اللي هي حلوه ومالحه كتكون منعشه بزاف سورتو دابا فصل الصيف وكتزيدنا واحد لو بيبس كتعطينا واحد المذاق سبيسيال. نقيو شي شويه الدنيا هنا النظافه راه مهمه في الكوزينه بزاف. كنتي متعود على هذه الطريقه في العمل ولا من بعد ماستر شيف؟ وشي شويه ولان بحكم انني عشت يعني في اوروبا بزاف كنت كنعول على راسي في ايامات الدراسه ولا هذا مع الاصدقاء كنطيب ليهم، ولكن ماستر شيف زادنا فريمون حتى هو زادنا افكار كبيره وزادنا بزاف ديال الحوايج تعلمناهم. دونك بالنسبه للبروكولي انا تجرأت اليوم وغادي ندير لو بروكولي في لا سالاد، غير هو غندير لو بروكولي خضر. الناس اللي كيغلطوا بزاف كيطيبوا لو بروكولي وكيسلقوه كيمشي ليه الجهد ديالو. انا لو بروكولي كنديرو خضر داكور، كنقطعو طريفات صغار كيعطيني لو كروكون وكنحتفظ بجميع الفيتامينات اللي كاينين. فهمتي كنمشيو لهاد العريشات الصغيورين اللي كاينين هنا بحال هكذا وكنقطعوهم. سي تري سامبل، كيعطيك ان كوتي كروكون زوين و او ميم طون هو مع لا فينيغريت كيطيب بحال كيتخلل واحد شويه. غير هو خصنا نقطعوه في طريفات صغار. هادي تعلمتها من عند الام ديالي فيما كنت كنمشي كنلقاها كدير البروكولي في لا سالاد. كنقول لها الحاجه درتي البروكولي في هذا، كتقول لي دق دق. انا كناخذ شويه ديال الثومه واخا رمضان، كناخذ ثومة كتخلي الريحة فاش الإنسان كيخلي لها القلب ديالها اللي هو خضر، هذاك هو اللي كيخلي الريحة. من الثومة صحية بزاف، دونك كاينين بعض الناس كيقول لك من الأحسن تجنب الثومة في شهر رمضان، ولكن صحيا مهمة بزاف. إلا حيدتي لها القلب ديالها اللي هو هذا هو هذا العرق، هذا هو اللي كيطلق الريحه. شتي هذا خصو يحيد. والاحسن بالنسبه للناس اللي كتجيهم باغ اكزومبل مجهده يقدروا يبوشيوها، يلوحوها في شويه ديال الماء كيغلي ويعاودوا يخرجوها ويديروا هذه العمليه ثلاثه ديال المرات باش كتحيد منها الجهد ديالها. انا كناخذ غير واحد الربيه صغير الوغ نعطيكم واحد لا بوتيت استوس بالنسبه للثومه فاش تكون كتقربها. انا كنزيد عليها واحد شويه ديال الملحه خشينه باش ديك الملحه كتردها بحال اون بوغي، ولكن حذاري فاش تزيدوا لها المليحه بحال هكذا انكم تنساو ديروا الملحه بزاف في لا سالاد. دونك انا كنجيب هذه الملحه هكا وكنحاول نبقى نورك عليها. الوغ غادي ناخذ واحد شي شويه ديال الكرافس، انا كيعجبني الكرافس. اليوم غنشوفوا معك بزاف الحوايج اللي ما كنستعملوهمش عاده. اكزاكتومون كنظن انا هذا هو الطبخ ديال لا نوفيل جينيراسيون، هو ان الانسان كيخصو يتجرا يستعمل بعض لي برودوي من غير عن الطريقه ديالهم. دابا حنا الكرافس كنديروا مثلا غير في الحريره وكنشبعوهم طبيخ وكنطيبوهم بزاف كيمشيو لهم كاع الجهد ديالهم. الوغ جربوا الكرافس في لا سالاد وكنقطعوهم شويه خشان. انا كناخذ عاوتاني كنزيد واحد شويه ديال الازير، كندير غير واحد جوج ديال الوريقات صغيورين كنشدهم حتى هما. هذا قطعتيه رقيق؟ هذا قطعته رقيق لقاش هو قاصح، غادي نقطعو رقيق وغادي نديرو في هذاك لو تخيك. ودوك كنديرو وريقات ديال قزبون معنوس حتى هما. هذا كنقطعو شي شويه رقيق، شتي الريحه بدات كطلع وصا سي علامه ديال الفريشور. غادي ناخذ دابا واحد شي شويه ديال الاناناس. دونك الاناناس غادي نقطعوها بهذه الطريقه هذه، غادي نجيو هنا للوسط وغادي نحيدوا لها هذاك التحتاني ديالها. غادي ناخذ اون سول ترونس داناناس وغادي نحاولوا نحيدوا لها الجناب بلا ما نضيعوها. حنا كنعرفوا على ان شهر رمضان مالوغوزمون كيكون فيه تبذير بزاف داكوغ، الانسان كيبقى يتشهى 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 وفي الاخر ما كياكلش. سي فغي كو الطاوله المغربيه يعني معروفه بالغناء ديالها في شهر رمضان،
ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نروسيكليو هذوك لي برودوي من بعد، يعني ما نلوحوهمش في طر الزبل ولا هذا، كيفاش نقدروا نروسيكليوهم من بعد ونقدروا نستعملوهم وناكلوهم في نفس الشهر نيت. دونك هذه نقسموها على اربعه باش يجينا ساهل نحيدوا لها اللب ديالها من هنا. ناخذ شويه ديال التمر، نقدر ناخذ تمره واحده كنحيد لها العظم وكنقطعها حتى هي كنقردها صغيره. التمر معروف يعني في شهر رمضان كيتستعمل حتى هو بزاف، دونك هاد لاصالاد هادي غنيه بزاف، ممكن تناولوها من بعد السبور اكزاكتومون. وانا خديت هادي تميره معلكه، ممكن ديروا اي نوع من التمار ممكن تستعملوه، تميره وحده. دونك هنا باش كيكون عندك لو كومبليمون ديال توسكو اكزاكتومون. وغادي ناخذ واحد شي شويه ديال القرقع، انا كندير سبور لانه انا من محبين الحيوانات، وعندي الكلاب. دونك كنخرجهم كل صباح وعشيه وكنخرج ندير لا مارش. هو اصلا الطبخ راه في حد ذاته راه نشاط رياضي، الانسان كيتحرك. ولا كيعجبني نمشي للسواق. دونك كيف ما شفتي كنزيدو شويه ديال اللوز. انا خديت جوج اللويزات ولا ثلاثه، حتى هما كنقدروا نقطعوهم طريفات صغار، وكنضيفوهم للسلطه ديالنا. دابا غادي نمشيو ناخذوا هذيك الثومه اللي في الفص، هذيك الطريه ديال الثومه اللي خدينا قبيله. حنايا غادي ناخذوها ديالنا هنايا، و كنزيدو. انا كنستعمل واحد المكونات بحال دابا هذه، البصله مدقوقه. انا نسحبها قرفه، نسحبها سكنجبير. لا سي الباودر. هذه لا بودغ ديال البصله. انا كناخذ منها واحد شويه، كناخذ منها واحد ربيع معلقه، كتعطينا واحد المذاق هائل في لا سالاد. هذه كتشريها جاهزه؟ كنشريها جاهزه موجوده عند العطاره. وكناخذ شويه ديال الثومه المدقوقه حتى هي، شتي ما فيهاش الريحه ديال الثومه مجهده، مي كتعطيك واحد لا كونسيستانس في لاصوص. محربشه هذيك كتكون دايره بحال، لا انا كناخذها بحالها بهذه الطريقه. هذا كندير واحد شويه ديال البزار، ما نساوش على اننا درنا الملحه مع الثومه قبيله. وعندنا الذره اللي هي ملحه حتى هي فيها الثومه باش نشدوا ليكيليبغ. انا كنزيد واحد شويه ديال العسل الحر، شتي هذا العسل الحر هذا. انا غادي نقول لك علاش. وكناخذ واحد شويه ديال لاموطارد، كنحاولوا ناخذوا اون موطارد دو بون كاليتي. ها هي كناخذ واحد معلقه ديال لاموطارد. دونك غادي تشوفي، غادي تلاحظي على انه كاين واحد المزج كبير. دونك هنايا انا خديت واحد شويه ديال ليكستري ديال الجينجمبر، خديت لو جينجمبر داكوغ. انا كنطبخو واحد شويه في الماء باش كنحيد له شي شويه الجهد ديالو، وغادي نخدم به. دونك دابا غادي نحاول نمزج هادو. هانتي كيف ما شتي ولات عندنا اون بيتيت بيغي. دونك دابا كناخذو البلزاميك، كناخذو فيه واحد شويه قطيرات، وكناخذو دونك غنديرو اون تريلوجي دو فينيغر. خدينا فينيغر بلزاميك، غادي ناخذو الفينيغر دو سيدغ اللي هو ديال التفاح، اللي حتى هو كنوصي به المشاهدين الكرام بزاف، لانه كيساعد في التخسيس، يعني كيحرق فريمون الشحمه. غادي ناخذو حتى هو فيه واحد شي شويه شي قطيرات. كيف ما سبق ليا وقلت، العبارات ما كنعطيهمش انا في كل شيء، لانه لا كويزين اي ان فيلينغ. كل واحد كيحاول يدير القياس اللي عينو ميزان. دونك هنا كنزيدو الفينيغر الثالث اللي هو لو فينيغر دو غيزيريس. دابا حنا وصلنا ثلاثه ديال الانواع ديال الفينيغر، كلهم ما بيناتهم كاملين ما غاديش نكونوا تعدينا 3 سنتيلتر، يعني 1 سنتيلتر دو شاك. وكنزيدوا لالا مولاتي الكبيره، لالاهم كاملين، هي زيت الزيتون المغربيه اللي كنحاولوا نكثروا نطلقوا منها شي شويه يدينا، اللي هي غادي تقدر تغطي لنا على معروف بهذا المكونات اللي كتستعمل في لي صوص وهذا، كترجع شويه للاصل كتستعمل. بيان سور، وهو بيان سور. وحنا كنقولوا على المغرب هو شنو، المغرب هو اصوله وماله. يعني الا ما هضرناش على المغرب
بالاصول ديالو بالمواليه عندنا لاساس لا راس. كنتي درتي طبق في ماستر شيف امازيغي، درت بزاف ديال الاطباق امازيغيه وكنظن على ان تبارك الله الامازيغ معروفين بزاف بالطبخ ديالهم والطاجين زيت هركان املو الاعشاب الشيح بزاف ديال الحوايج كاينين، يعني خص الانسان يعززهم بهذه الطريقه هذه. دونك دابا جا الوقت باش نخلطوا لا سلطه ديالنا داكوغ. غادي نجيبوا هاد لا فينيغريت غادي نكبوها. هادشي راه كيتكل بلا خبز اطاشو مشيت للاخر نمشيو نتقبل الورقه في الاخر وناكلوا الخبز ولا البطبوط ولا شي حاجه، نحاولوا ما امكننا نقصوا من هذوك الامور. يعني نصحتي المشاهد بطبق اللي هو ما غنقولوش ريجيميك ولكن غني، ولكن غني ما كيزيدش في الوزن. كنشوفوا بان كاين العديد من الجمهور اللي كيتابعنا كيحاولوا انهم في رمضان كيعانيوا من ديك ديال ان فقدان الوزن، كيفاش يديروا باش مثلا هذا الطبق يزيدوا معاه شي حاجه باش ما يكونش واصلا هذا الطبق هذا بوحدو الا كليتيه وإلا كليتيه ولقيتي البلاصه فين نزيد شي حاجه اخرى جي عكر ليا. يعني هذا الطبق هذا راه غني في حد ذاته ولذيذ، غادي تشوف على انك تشوف غوتي. انا كنصحكم انكم تجربوه، جربوه حاجه ما تعرفها حتى تجربها. دابا تا سالينا عاد غادي نزيدوا واحد شويه ديال الملحه، وانا كنفضل ديما نزيد لو بوافغ فخي باش لا فريشور كتعطينا لواحد المذاق ان بو سبيسيال. و حتى الاخر عاد نجيبو الدلاعه ديالنا كيف ما قلنا، غادي نجمعوا دابا لا سلطه ديالنا خلطناها سالينا، غادي نجمعوها بحال هكذا داكوغ، وغادي نجيبو هذيك الدلاعه ديالنا اللي قلنا غادي نجيبها. غادي نحاولوا نقسموا الدلاحه من هذا الطريف هذا من الوسط هكذا، ونمشيو معها من التحت. ما خصنا لا قرطه لا والو، الا خدينا لا ما دو فيرسا ممكن بالزربه هذا تخليها بزربيعه تقطع بالزريعه ديالها، تقطعها طريفات صغيورين حتى الاخر عاد نحطوها. علاش؟ باسكو الدلاح معروف فيه كميه هائله ديال الماء، ولا درناها في الاول وتخلط الدلاح مع لا طوماط، كنت غنقول لك لا ماطيش لا طوماط، غادي يطلق الماء ديالو. دونك كنخليها بالزريعه ديالها، وفاش انت تكون كتاكل صافي كتحيد بحال اللي كناكلوا الدلاح في المغرب، كتحيدها ابا. دونك ها انتوما دابا لا سلطه ديالنا هي وجدات، حنا غادي باش نقدموها للضيفه ديالنا للوداد. غادي قال لك زوقت بها، غادي نديكوريها واحد شويه بواحد الطريقه تري سامبل. غادي نشدو واحد مطيشه ونقسموها على اربعه، نحطوها هنايا في الراس بحال هكذا، وغادي نحاولوا نديروا ان بوتي غابيل ديال لي برودوي اللي درنا هنايا اللي استعملنا هنا. غادي ناخذوا مثلا واحد شويه ديال يزير حتى هو نحطوه بحال هكا من هنا من الفوق، وغادي ناخذ واحد شويه ديال البومبلوموس حتى هو نحطو بحال هكذا تبارك الله عليك. تري تري سامبل. وناخذ واحد الوريقه مثلا ديال شري ناخذ واحد الوريقه هنايا ديال الكرافس مثلا. وفي الاخر انا كيعجبوني هاد لي كروتون، سي دي كروتون هاك دوقي مصوبين كنلقاهم في السوق، غادو ابال دو طوماط وفيهم لا طوماط سيشي وفيهم لوريغون. دونك كنجيو كنحط واحد ثلاثه ولا اربعه باش نفسانيا بسيكولوجيكمون الانسان كيقول اه انا كناكل شويه ديال الخبز هنا ديالك فهمتي. سي تري سامبل. هانتي غادي نعطيك واحد شويه وقول للمشاهدين واش ضعفتي في الزربه. هو اللي كيجمع لونسومبل ديال المكونات. سي تري سامبل المشاهدين الكرام، اهم حاجه سي كو
الطبق ما مقيومش يعني بزاف، هذه المكونات كلها كيكونوا في البيوت المغربية. الوغ رمضان غادي يكونوا برامج كثيره، دونك ترقبونا ان شاء الله على الشاشات. ومن رمضان ان شاء الله غادي يكون برنامج كبير غني بالطبخ، وان شاء الله المونديال غادي يكونوا دي غوسات اللي غادي يكونوا الخضر وفي الاحمر، اللي غادي نقدروا ان شاء الله نشجعوا بهم الفريق الوطني المغربي. وغادي تكون حتى بعد الارسالات ديال البرنامج ديال الطبخ ان شاء الله من موسكو، اللي غادي نقدروا ان شاء الله نطيبوا عجاني تما فشي سلاطه ديال مطيشة والبصلان ناكلوها حنا كنتفرجوا في ليكيب ناسيونال. وان شاء الله كاين شي حاجه في السينما، كاين بزاف ديال الحوايج ان شاء الله الرحمن الرحيم جايين. و انا نشات شركه فود تكنولوجي اللي هي كتشمل سي محمد وكتشمل بزاف ديال النقاط الاساسيه، منها لو تريتور ا دوميسيل، منها لو شيف ا دوميسيل، منها لو تريتور دو لوكس، لو كونساي اكسيتيرا. وانا غادي كنبحث وكنبني نفسي بشويه بشويه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم اليوم. باقي ما خلصتينيش على ديك الشلاطه، عطيني دابا رزقي. كان فعلا طبق كيشكي، كنتمنى ان جمهورنا يديروا في الدار ان شاء الله. جربوها غادي ان شاء الله نعاود نسافت المقادير سوغ لاباج فيسبوك ديالي سيمو ماستر شيف المغرب 2018. وكنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، كنقول لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وكان معكم سيمو فائز بلقب ماستر شيف المغرب 2018. شكرا لك. شكرا للوالده، شكرا على استضافتنا. الله يودي ديالكم ان شاء الله تستقبلنا في العيد. مرحبا، هذيك بليزير معلوم. معلوم، مرحبا بكم. كان هذا طبقنا ديال اليوم اللي وجدوا لنا سيمو ماستر شيف، كنتمنوا انكم تجربوه في المنازل ديالكم، ونضرب لكم مواعيد في حلقه اخرى وطبق اخر ان شاء الله.